قولي لباي يبعد لي من قوى مجي، قولي لخوك مبقاش كل ساعة كيجي، قولي لباي يبعد لي من قوى مجي، قولي لخوك تحدي وما نقبلوش كنكون نعمل الحلو يسامحني حيت ما غنديرش التحدي، حيت انا بالنسبه ليا التحدي هي وضعيه الفنان كامله تساوى، حيت دابا انا جالس في داري بوحدي ولاد الفنانه كاملين كيعوموا عندي كما كتشوفوا، راه ولد الطيب الصديقي انوار قلت راه ولد الطيب الصديقي راه ولد نعمل ليه، راه هو جالس قلت لكم تجيو معايا تشوفوا الدار دابا ديالي انا عامره تحديها، واحد شرحتي الفنانه كاملين كيجيبوا ولادهم حيت لما كاينش الفنان عنده في الدار ديالو لا بيسين ما كاينش التحدي، كيما كتشوفوا راه ولد هذاك اللي كيطلع راه ولد البسطاوي هو تبارك الله شوف كيدير على راسه، اييه هذاك راه ولد البسطاوي وهادو ولاد البوعزاوي هما كاملين وهادو ولاد البوعزاوي كاملين، وصراحة الله كنقول للناس والجهات المسؤولة ولد هذا ولد أنور خليل ولد أنور خليل والتحدي خص نتحداو ولد سلم على باباك سلم على باباك هادو سلم على باباك سلم واش ما كتشوفوا الدار ديالي تبارك الله عليك وانتم ما كتشوفوا كيف كتلاحظوا معايا الحمد لله القلب كبير الدار ديالي خاوية ما كنرتاحش بلا بهم كاملين وكنطلب من الله يسهل على كل الناس يسهل على التحدي غادي تجي معانا درنا التحدي غادي تجي معانا راه ولد حسن الحسني المصري القاع راه واش غادي نقول لكم احباب الفنانة كاملين عندي جيو تحداو هنا تيشبعوها الماء وانا ضايع الماء ضايع النهار ما تحدا هذوك راه بالصباح هما كيتحداو راه هما بالصباح يلا شنو المشكل كلمة أخيرة كلمة أخيرة كنقول من هذا من هذا ماشي من هذا المنبر من المنزل ديالي المتواضع الإنسان يخدم ويصبر وراه في يوم من الأيام يا الفنان راه يوم من الأيام الفنان غادي يعطيك الله اللهم لا حسد قولي لباي يبعد لي من قوى مجي قولي لخوك مبقاش كل ساعة كيجي قولي لباي يبعد لي من قوى مجي قولي لخوك